ونبتدي من اخبار اهل الفن وناسه. وفي الاسبوع اللي فات كانت الحادثه الفظيعه طبعا اللي راح فيها شهداء من القوات المسلحه في بئر العبد فنانين مصر المحترمين ادوا التحيه العسكريه في فيديوهات وصور مختلفه، وده علشان يعبروا عن محبتهم وتقديرهم لجيش مصر العظيم. تعالوا نشوف. اوعوا تفتكروا ان احنا قلقانين او خايفين او مهزوزين، غلطانين. الشعب المصري كله جيش، الشعب المصري كله جيش. حبة قليلين مننا قوي 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 في سينا بيحاربوا لابسين ميري، انما الشعب المصري كله جيش وجاهز يلبي الندى في اي وقت. العلم اللي ورايا ده علم بلادي، علم وطني وكفني وكفننا كلنا. اوعى تفتكروا ان احنا خايفين من حاجة. ولادنا اللي راحوا امبارح دول فازوا بالجنة، أحياء عند ربهم يرزقون. إحنا بنهاتف حياتنا وبنرتكب معاصي وبنتعب وبنحاول نصلح من نفسنا عشان نوصل لتمن اللي هم وصلوا له. يا رب اجعلنا زيهم. اوعوا تفتكروا إن إحنا قلقانين، أنا بفكركم. الرد هيبقى قاسي وقوي، وإحنا عارفين ومتأكدين واثقين في دولتنا وفي رئيسنا وفي كل مؤسساتنا، مخابرات عامة، حربية، شرطة، كله. احنا كلنا واحد. بفكركوا تاني، الشعب المصري كله جيش، قلة منه هما اللي لابسين ميري، وهنفضل كلنا واقفين وبنقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.